بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. طلابي طالباتي طلاب الصف السادس، سوف نتابع اليوم بدرس الفوليوم أو الحجم، طبعا بالجزء الثاني من درس الحجم. رح نشوف اليوم إذا الجزء الآخر أو الجزء الثاني من درس الحجم. طبعا قلنا الحجم نحن فوليوم، إذا سمينا الحجم فوليوم. حكينا بالدرس السابق عن يونت أو عن وحدة قياس الحجم، طبعا قلنا دائما أنا باخذه باور 3 أو للتكعيب. فرح نشوف اليوم، حكينا بالدرس السابق عن حجم المكعب فوليوم أوف ذا كيوب. إذا حكينا عن حجم المكعب وقلت أنا فوليوم أوف ذا كيوب إيكوال سايد تايم سايد تايم سايد. إذا فأنا قلت هو سايد باور 3، قلت فيني أقول أنا هو الفوليوم إيكوال سايد باور 3. طيب رح ننتقل اليوم لحتى أني أحسب مساحة متوازي المستطيلات. إذا the volume of a rectangular prism يعني متوازي المستطيلات. إذا رح نحسب اليوم حجم متوازي المستطيلات. عم يقول لي the volume of a rectangular prism شو هو؟ شو قانونه؟ قلنا دائما أنا لما بدي أحسب شيء لازم أعرف القانون اللي أنا بدي أطبق عليه. ما بقدر أحسب الحجم إذا أنا ماني حافظ القانون. فأنت أول خطوة لإلك المفروض تفهم شو عم بعمل، وبعدها المفروض تكون حافظ القانون مع الانتباه للواحدات أو اليونت. فقال لي الفوليوم، طبعا هذا لريكتانجولر بريزم أو لمتوازي المستطيلات. رح أقول فوليوم إيكوال لينكث تايمز ويت تايمز هايت. اذا لينث اللي هي الطول، طبعا انا بعرف بالمستطيل عندي لينث وعندي ويت، عندي طول وعندي عرض. انا قلت لينث تايمز ويت تايمز هايت. فاذا رح طلع انا انه انا لينث تايمز ويت اللي هي الطول ضرب العرض، رح شوف انا في عندي شيء اللي هو مساحه القاعده. فدائما انا اللي عندي لينث تايم ويت رح تعطينا مساحة القاعدة اللي سميتها area of base أو القاعدة، مساحة القاعدة. لأني أنا بعرف إنه مساحة المستطيل تساوي إلى الطول ضرب العرض. إذا أنا بعرف مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض. طبعا فlength time width، فأنا قلت هي نفس area of side مساحة القاعدة تايمز هايت اللي هو الارتفاع. اذا ويدث معناها هو العرض، ريكتانجولار بريزم اللي هو متوازي المستطيلات، وهايت اللي هو الارتفاع. طبعا انا بمثالي هذا فور اكزامبل لو كان عندي هذا المتوازي المستطيلات ريكتانجولار بريزم رح شوف هذا الارتفاع سميته h. إذا فأنا بقول حجم متوازي المستطيلات يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع length time width times width times height اللي هي الارتفاع. فرح طبق على الاكسرسايز اللي أنا عندي إياه أو الإكزامبل. رح شوف هذا المثال، قال لي L تساوي هاي ال L طبعا اللي أنا قلت اللي هو length الطول length، طبعا هاي الطول وهذا العرض. طبعا انا بعرف بالنسبه لمتوازي المستطيلات انه انا عندي هاي القاعده هي نفسها هاي القاعده، تمام. اذا هاي القاعده هي نفسها هاي، فانا اذا قلت هذا ال او هذا ال فهو نفس الشيء. فراح اقول ال ايكوال تساوي 4 متر 4 امتار، دبليو اللي هو الويت هذا العرض ايكوال 3 سنتيمتر. فهون راح عفوا هون سنتيمتر، اذا 4 سنتيمتر و 3 سنتيمتر وال h 2 سنتيمتر. رح نشوف الفوليوم، الفوليوم قال لي equal length times width times height اللي هو الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. طبعا الفوليوم رمزت له ب v equal length عوضت انا هي l، الويت هي w، والهايت او الارتفاع هو h. فرح اقول معناها إذا أجيت لحتى أحسب قول V تساوي
ال بعوض ما يساويها اللي هي 4 سنتيمتر تايمز دبليو 3 سنتيمتر تايمز 3 تايمز ال اتش اللي ايكوال 2 سنتيمتر او 2 سنتيمتر راح اقول تايمز 2 فراح اقول انا عندي 4 تايمز 3 12 تايمز 2 24 طبعا هذا الحجم طبعا الواحد اللي انا عندي اياها هي سنتيمتر تايمز سنتيمتر تايمز سنتيمتر فهي سنتيمتر باور 3 اللي هي للتكعيب اذا الحجم يساوي 24 سنتيمتر للتكعيب اور باور 3 فاذا انا لما بقول لي احسب حجم متوازي مستطيلات في عندي ثلاث اشياء لازم اكون بعرفهم هي الاتش ال دبليو هدول الثلاث اشياء لازم اكون انا بعرفهم لحتى اقدر احسب حجم متوازي المستطيلات اور فوليوم اوف ذا ريكتانجولار بريزم متوازي المستطيلات فقلت في ايكوال ال تايمز دبليو تايمز اتش اللي هي الارتفاع عوضت عن كل وحده بما يساويها بعدين قلت في ايكوال 24 سنتيمتر باور 3 راح انتقل للشكل الجديد اللي هو سيلينر اور اللي هي الاسطوانه اذا راح ننتقل للجزء الثاني من الدرس وهو حساب قانون حجم الاسطوانه اذا السيلينر راح شوف فوليوم ايكوال الحجم يساوي the area of the base مساحة القاعدة times height ضرب الارتفاع اذا فمعناها حجم الاسطوانة يساوي اذا بدي اكتب قانون الحجم بقول the area of the base مساحة القاعدة times height اللي هو ضرب الارتفاع اذا فانا بطلع السيلينر اللي هي الاسطوانة الفوليوم الحجم equal the area of the base times height اللي هو ضرب الارتفاع رح شوف انا القاعدة هي عبارة عن ديسك او قرص اذا قاعدة الاسطوانة نحن قلنا هي عبارة عن مستطيل ملفوف وقرصين معناها القاعدة البيس اللي انا عندي اياها هي ديسك قرص فرح اقول مساحة القرص انا بعرف من قبل نحن بدرس السابق بالنسبة ل حساب المساحات اخذنا مساحة القرص شو بتساوي لنا r times r times b اللي هو b r مربع اللي نحن قلنا عليه طبعا انا ال r هون اللي هو radius or اللي هو نصف القطر اذا القاعدة هي عبارة عن قرص ديسك مساحة القرص تساوي r times r r اللي هي radius انا حطيت لكم على جنب شو بتعني لحتى ما حدا يقول او يكون نسيان شو يعني الار ان الار هي radius او نصف القطر بعرف انا البي تساوي 3.14 دائما انا باخذ البي تساوي equal 3.14 ثابت فانا بقول هي 3.14 دائما وين ما اجت البي انا فيني اعوضها تلقائيا 3.14 او 3.14 فانا رح اقول r times r times b times height اللي هو الارتفاع فمعناها v equal حجم الاسطوانة or cylinder equal p r power 2 or square times h اللي هي الارتفاع في عندي هون example مثال لو كانت عندي r equal 2 سنتيمتر اذا r equal 2 سنتيمتر ال r اللي هي نصف قطر قاعدة الاسطوانة تساوي 2 سنتيمتر طيب والارتفاع h equal 4 سنتيمتر فانا عندي قانون الحجم اول خطوه انت بهذا المثال او بهيك مساله اول خطوه لازم تعملها بتحط لي قانون الحجم اذا قانون حجم الاسطوانه اللي هو p v equal p r square or r power 2 times h ضرب الارتفاع فانا قلت v equal انا بعرف البي هي 3.14 تايمز ار قديش انا عندي الار 2 2 باور 2 تايمز اتش 4 فراح اقول
3.14 times 2 power 2 هي 4 times 4 فرح تساوي 3.14 times 4 times 4 16. طيب هلا اذا انا بدي اضرب هدول العددين شو لازم اعمل؟ عندي ملتبلاي فانا رح اقول 3.14 times 16. انتبه كيف بضربه، كثير بيغلطوا بهاي المرحله. رح شوف كيف انا رح اضرب. طبعا هو هذا ديسيمال نمبر عدد 10، هذا ناتشورال نمبر عدد طبيعي. طيب كيف رح اضربهم؟ بضرب كان الفاصله او البوينت ما انا موجوده، كان الفاصله ما انا موجوده عندي، بعتبر حالي ما انا شايفه. بضرب 6 times 4 24، 6 times 1 6 plus 2 8، 6 times 3 18. طيب 1 times 4 4، 1 times 1 1، 1 times 3 3. هاي انا كانه عم بضرب ضرب عادي، كانه عددين اثنين ناتشورال نمبر او عددين طبيعيين وعم بضربهم، بعمل حالي مو شايفه فاصله بالمرحله الاولى. هلا بقول 4 8 plus 4 12، 1 plus 8 9 plus 1 10. 1 طبعا هذا بال 1 plus 1 2 plus 3 5. هلا انا طلعت الناتج، ولكن بقى عندي خطوه واحده انه انا في عندي البوينت او الفاصله، شو لازم اعمل فيها؟ طلع انا هون ما عندي انا فاصله، ما عندي منازل، ما عندي فاصله، فانا هون معناها ما في شيء. بطلع بالعدد الاول عندي توجد ديجيتس منزلتين بعد الفاصله، فمعناها هون الفاصله بعد منزلتين. لو كان انا هاي 16، لو كان 16.1 مثلا، فانا بقول عندي منزله تنتين ثلاثه، بيطلعوا ثلاث منازل، بحط الفاصله بعد ثلاث منازل. هون انا العدد الاول ما عندي فيه فواصل، ما في بوينت، بس العدد الاول، العدد الثاني لا. فشو رح اعمل؟ بطلع الفاصله هاي البوينت، في عندي منزلتين بالديسيمال بارت بالجزء العشري، بطلع اذا بطلع انا على الديسيمال بارت على الجزء العشري عندي 2 ديجيت منزلتين، معناها الفاصله بعد منزلتين، معناها 50.24. اذا 50.24 انا تقصدت انه نشرحها لحتى نتذكر كيف انا بضرب عدد عشري بعدد طبيعي. طبعا حتى لو كان هون عدد عشري ديسيمال نمبر، فانا رح اضرب نفس الشيء، بعمل حالي مو شايف الفواصل، بضرب ضرب عادي، بعدين بجمع عدد المنازل الموجوده بالديسيمال بارت بالاجزاء او ديسيمال بارت بالاجزاء العشريه، بعدهم كم منزله وبحط الفاصله على هالاساس. فاذا هون رح يطلع عندي الناتج 50.24 equal 1. بقى عندي اليونت، اليونت انا هون عندي سنتيمتر، اذا اليونت او الواحده هي سنتيمتر، رح شوف انه هذا حجم، فمعناها سنتيمتر سنتيمتر، فرح يطلع سنتيمتر باور 3 او للتكعيب. طيب اذا قلت لي انسي من وين اجوا الثلاثه، رح طلع انا هون عندي الار مرتين، هي ار تايمز ار تنتين، فسنتيمتر تايمز سنتيمتر، وفي عندي الارتفاع بالسنتيمتر كمان تايمز سنتيمتر، صاروا 3، فمعناها سنتيمتر باور 3. معناها اليوم بيكون انتهى درسنا لليوم بحساب حجم ريكتانجولار بريزم او اللي هو متوازي المستطيلات، والسيلينر اللي هي الاسطواني. قلنا قانون حساب متوازي المستطيلات فوليوم ايكوال لينث تايمز ويدث تايمز هايت. اذا هذا قانون حساب حجم متوازي المستطيلات. في عندي القانون الثاني اللي هو حساب حجم الاسطوانة سيلينر، قلنا V equal P times R power 2 or square times H اللي هو الارتفاع. طبعا ما بننسى الهومورك الوظيفة exercise 3 page 221. إذا الهومورك ما بننساها exercise 3 page 221. طبعا نحن جاهزين لأي سؤال، الوظيفة بتكون بين الساعة 6 والـ8 مساء على الخاص لكل مدرس مختص بمادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.